ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فإفادة، باش غنسولوا المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى واش تقدروا تكلفوا وتسلفوا وتشريوا الحولي ديال العيد بالكريدي، وتعرفوا شنو قالوا لينا. أجوا معايا. قول لي يا سيدي، واش تقدر تسلف وتكلف وتشري الحولي ديال العيد الكبير بالكريدي؟ تسلف وتكلف وتشري العيد بالكريدي. بالكريدي، لا إله إلا الله، هادشي ما كناش نعرفوه، وما عنده حتى شي معنى باش الانسان يولي يتسلف ويتكلف باش يشري العيد. والعيد واحد السنه مؤكده، واحد الشعيره، يعني الانسان راى الله شافه الا هو ما عنده شيء، نظرا لهذا غلاء الاسعار وهذا الشيء اللي ولينا تنشوفوا دابا، وحنا شفنا السواق كيفاش دايرين وشفنا هذا، يعني الانسان الا ماشي في الطاقه ديالو ما كاين لاش يحط راسو في هذه المواقف ويمشي تيتسلف وتيتكلف باش يعيش. حيت كاينين استاذ شي عيالات انه كيكلفوا رجالتهم، حقا فلان راجل شرى هذا عدو الكرون، هذا منفوخ، هذا هذوك العيالات اش غادي نقول لهم؟ هذوك العيالات يعني عندهم العيد هو واحد العاده ماشي عباده، عندهم عيد افتخار. كل وحده كيفاش تتشوفه، يعني شي رساله لدوك الناس اللي كيتكلفوا ويتسلفوا وياخذوا الحولي بالكريدي. هذوك الناس تنقولوا لهم اودي الله يهديهم، يعاودوا يراجعوا نفوسهم ويعرفوا باللي العيد راه واحد الشعيره، واحد سنه مؤكده حقيقه، ولكن الا ما عندوش راه شافوا الله بلا ما يرمي راسو لهذا المواطن التهلوكه، لان ريبه راه هي ريبه. الا تسلف وغادي يبقى يرد الكريدي، اش غادي نحسبوها؟ العام كامل والحولي نطيح فيه. الله يحفظك، والله يهديهم. دابا انت واش تقدري تسلفي وتكلفي وتشري الحولي ديال العيد الكبير بالكريدي؟ وعلاش يا خويا منع على هذه الحاله ونشرو حنايا الحولي ناخذوه بالكريدي ونعودوا ملي يفوت العيد نوليو نتجابدوا معاه بالكريدي باقي عليه؟ يولي تابعك كينطيح فيك. والله الا يولي تابعك كينطيح لك. وشناهو خويا؟ مالنا خويا من ناقص منه كاع الا كان بالكريدي؟ علاش ما تشريش بالكريدي؟ ما تشريش بالكريدي، ما صافي، ما كتبش الله ماليش غيدعوني. والرساله اللي توجهها لدوك الناس اللي كيشريو هو خويا، انا كنقول لهم ما تكريديوش العيد، وحرام عليكم، ماشي حلال. ما عمرش باش نمشي نكريدي وراك الشيء حرام، بالريبه هادشي اللي كاين. ما يعني ما تقدرش تمشي تكريدي حولي باش تعيد؟ لا ما نقدرش. وقدام الجيران وداك الشيء كي غدير؟ ما نعيدش انا كاع، ما يقولوا دار فلان ما معيدينش. هاني ماشي مشكل، وتقدر تاكل دابا تكريدي داك الحولي، تقدر تاكلو ويشيك الوجع. يشدك الوجع؟ اي يشدك الوجع، راه هادشي اللي فيه. يعني حيت هو جاي من الريبه؟ جاي من الريبه. ما تفوت تسلف وتشري الحولي بالكريدي؟ لا، ضد ديك الفكره. انا قال لك راه في القران مذكوره، قال لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا ضد ديك الفكره، ضد بحال هكا تسلف على ود العيد. ربي كيقول لك حتى سنه ماشي فرض ولا شي حاجه، مرة سي وجب هذا عامين هذه تقريبا، لا العام اللي فات وهذا العام ما عايتش عادي، ما كاينش شي اشكال. ما شريتيش العيد هذا؟ ما شريت. المرة ما قالتش كسير تكلف وتسلف وشري العيد؟ والو ما كاينش هذيك من ناحيه داك الشيء. والو عندك الدنيا هانيه ما عندكش الدنيا هانيه، ماشي مشكل، ما كنتجمعوا بحال هكا. وشنو الرساله اللي توجه دوك العيالات اللي كيقولوا لرجالهم سيروا كريدي وشريوا لنا الحولي؟ اي واحد العدد منهم كنعرفهم دابا الطلاق كاع غايزيد دابا على هذه القضيه اللي ولات، بان العيالات كيفرضوا على رجالاتهم، جي لي بحال ديال اختي، جيب لي بحال ديال جارتي، جيب لي ديال عمتي، كيولي داك النزاع حتى كيبقاش حتى ديك البركه وديك اللمه وداك الشيء اللي كان شحال هذه ديال العيد ما بقاتش. قبل كل شيء الله سبحانه شنو قال؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الثانيه هضرت مثلا بحال الريبه، يعني السلف غتسلف هي اللي غيزيد في الميزان ديالي، يعني حلال الله البيعه وحرام الربا. يعني ما تقدرش تشري حولي بالكريدي؟ ولكن لا، هذيك لا يكلف الله نفسا الا وسعها شنو هي هذه؟ هذيك راه كفايه، هذيك راه هذيك فات الموضه طويل بزاف، ولكن هذه جمع كل شيء. دابا بنادم لاداك خاصو يمشي للقران، وراه اللي تلف شنو القران كتلقى فيه جميع ما يكون في العالم، وكاين شي حوايج مازال ما كاينينش وكاين في القران مازال ما وصلناهمش، رغم هذاك الايه اللي حاكمه ديال وما اوتيت من علم الا قليل، هذه شناهي؟ كاين شي حوايج مازال غنلقاوهم كاين في القران قسم بالله. شنو الرساله ديالك توجه لدوك الناس اللي كياخذوا الحولي بالكريدي؟ اول حاجه اتق الله في نفسك، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.